في مفاجأة كمان كبيرة جدا في فرنسا، امبابي. حد يقول لي عشان امبابي راح ريال مدريد، لا خلاص ده الامور اتحسمت، لكن امبابي كمان خارج قائمه منتخب فرنسا في اولمبياد باريس، وده كانت مفاجاه الحقيقه كبيره جدا جدا. اشار تيري هنري المدير الفني للمنتخب الاولمبي الفرنسي ان فريق ريال مدريد الاسباني منع او كان عائق في انضمام امبابي للقائمه الاوليه للمنتخب الفرنسي الاولمبي، ولكنه في نفس الوقت لم يستبعده بشكل نهائي، او لم يستبعد تيري هنري مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس. وذكر التقرير عن نطاق واسع ان اللاعب وقع عقد مع ريال الفائز طبعا بدور الأبطال، وهينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الجاري. تيري هنري قال في مؤتمر صحفي ان كان ريال مدريد صريحا للغاية بشأن الأولمبياد، آخر مرة تلقيت فيها هذا الكم من الرفض أثناء المدرسة، لم يكن هناك مفاوضات تذهب وتطلب ولكن بيرفضون ويرحلون. يعني تيري هنري الحقيقة لسه عنده أمل، إن دي كانت القائمة الأولى أو القائمة الأولية لمنتخب فرنسا الأولمبي ولم يتواجد فيها امبابي، بالرغم من البطولة في فرنسا الحقيقة، وكان في ضغط كبير جدا جدا على امبابي وعلى إدارة يمكن الريال مدريد إنه مبابي طبعا يشارك في هذه البطولة، لأنه بياخدوها كعامل من عوامل نجاح الأولمبياد. لما مبابي يلعب مع المنتخب الفرنسي الأولمبي أكيد بيكون الشكل مختلف والدعاية مختلفة وحتى على المستوى الفني بيكون مختلف، لكن الحقيقة لغاية دلوقتي مبابي خارج الأولمبياد. تعالوا مع حضراتكم نشوف عناوين الصحف العالمية قالت إيه في المحترف.